السلام وننسى من منا يكابد الآلام نعيش في الدنيا في خير وسلام وننسى من منا يكابد الآلام مفتوح ما ادري كيف يخليه مفتوح وانتو فين كان معاكم حسين كان وياكم ولا تبغونه يموت وانت ما تطلع للشارع ليش تطلع للشارع لكن وايش فهمك يا ولد كيف تفهم علي كيف تفهم علي يا ولدي الله يسامحك لا أعرف لماذا يصرخون علي إن أشكالهم غريبة هذا طيب لا يصرخ ويعطيني ما أريد كنت آكل عند الطاولة الكبيرة والطعام كثير كثير لا تعرفون من أنا أنا صدى الأيام قضاء شاء ربي ليبتلي الأنام لا تعرفون من أنا أنا صدى الأيام قضاء شاء ربي أين وضعوا طاولة الطعام الكبيرة؟ وأين بقية الناس؟ لا أراهم كنت أتسلى أكثر you
حسين هو أحد المصابين بالتوحد في العالم، يعاني من خلل في بعض وظائف الدماغ مما يؤثر عليه سلبا في الكثير من قدراته، وأهمها التواصل مع الآخرين، فهو يعيش في عالم آخر بعيدا عن أهله وبعيدا عن مجتمعه. قد يبرع هو وأقرانه في فن من الفنون أو أحد العلوم، ولكنهم يجهلون أبسط أساليب التخاطب ولا يعرفون قواعد السلوك، فيتعرضون للتعنيف دائما وللعنف أحيانا، وقد يصل الأمر للنبذ والإهمال. يأنس هذا الشاب لأخيه الصغير لأنه يحتمل تصرفاته، وقد اعتاد على وجوده بجانبه وصار يفهم منه ما لا يفهم من غيره. وقد أثبت هذا أن للمصابين بالتوحد بصيص أمل للتواصل مع من يهتم ويقدر، ولكن المشكلة تبقى كبيرة وأكبر مما نظن بكثير، فهناك أطفال وكبار كالأطفال يعانون أكثر من ذوي الحاجات الخاصة سمعياً أو بصرياً أو جسدياً، لأنهم واعون تماماً ولا يملكون التعبير عن أنفسهم ولا عما يريدون. وأما لمن حولهم فالمعاناة أكبر، فالأهل لا يعرفون إن كان ولدهم متألماً أو مستاءً أو لديه حاجة ما فيلبونها. هم متحيرون طوال الوقت ليلا ونهارا، وأمام أعينهم فلذات أكبادهم نور الحياة يتعذبون. فإذا كان الألم بهذه الصورة فكيف يكون إذا قسى المجتمع؟ فلا يملك المضيف لعائلة الابن المتوحد إلا أن يكون واعظا حول أساليب التربية، ولا يملك الموظف في المكتبة والمضيفة في الطائرة وغيرهم في الأماكن المختلفة إلا التذمر من تصرفاته أينما كان، مما يجعل الأهل حائرين بين الصبر على قضاء الله والصبر على جهل البعض وأحيانا قسوتهم. فهل من أمل؟ نعيش في الدنيا في خير وسلام، وننسى من منا يكابد الآلام. نعيش في الدنيا في خير وسلام، وننسى من منا يكابد الآلام. الجمعية السعودية للتوحد تدعو كل الذين يعانون ليسيروا على دربها في طريق يخطه أخصائيون مدربون، بعضهم آباء وأمهات لأطفال التوحد، وبعضهم وهبوا خبراتهم لعمل يرضي الله ويخفف عن هذه الفئة التي هي أبناؤنا وبناتنا. آه
يا خلود. كما تدعو الجمعية السعودية للتوحد كل من يشاهد ويسمع ويملك قلبا شاكرا لأنعم الله وعلما يساهم به أو مالا يدفع به الركب أو كلمة مسموعة تقدم الدعم أو على الأقل تعاطفا صادقا يجعل من هذه الدمعة الملوعة قطرة رحمة وربما تتبعها ابتسامة عسى أن يرحمنا الله. نعيش في الدنيا في خير وسلام وننسى من منا يكابد الآلام. نعيش في الدنيا في خير وسلام وننسى من منا يكابد الآلام.